لديها الشكل الانسيابي الذي نتوقعه من بورشيه. قفل التعطيل الفرقي ومحيط الإطارات يشيران إلى الجانب الرياضي. اهتمام المصممين انصب على الخفة وعلى مركز جاذبية منخفض. لكن هذه المركبة ليست سيارة رياضية، بل جراراً زراعياً. عندما تريد تشغيل هذا الجرار عليك أن تعرف بدقة ماذا تفعل. أولاً انزال هذه العتلة إلى الأسفل، ثم توجيه هذا المقبض الصغير إلى الأمام، ثم ارتقاء المركبة وتشغيلها بالضغط على المفتاح. في الطقس البارد لابد من التحمية قليلاً قبل الانطلاق. وهذا كل شيء. بدأ المصمم المبتكر فيرديناند بورشيه عام 37 بتطوير نموذج شعبي فريد بالتوازي مع سيارة الخنفساء لشركة فولكس فاجن. وفي مطلع عام 56 أنتجت شركة بورشيه التابعة لها جرارات زودت حسب الطلب بأربعة أنواع من المحركات، بدءا من محرك الاسطوانة الواحدة. إذا لم تعطل الخرف حركة السير على الطرق، يستطيع جرار بورشيه بلوغ سرعة 19.9 كيلومتر بالساعة. أما إذا كنت من محبي السرعة فعليك شراء جرار بمحرك من اسطوانتين أو ثلاث أو حتى أربع، عندها تصل سرعة الجرار إلى 27 كيلومترا بالساعة. أنتجت شركة بورشيه لصناعة محركات الديزل في فريدريكسهافن 220 ألف جرار بين عامي 56 و63. وقتها استخدم بعض المشاركين في سباقات الفورمولا 1 الجرار للدعاية لهم. حققت بورشيه في عام 57 العام الأول لجرارها أكبر نجاحاتها في هذا القطاع، فقد تربعت الشركة على المركز الثاني في أعلى سلم المبيعات. شركة بورشيه بذلت جهوداً كبيرة من أجل تسهيل استخدام الجرار، ففي النهاية سيستخدم الجرار من قبل نساء الفلاحين أو أبنائهم، وقد وفقت بذلك كثيراً. من بين هذه الجهود جهاز نقل حركة هيدروليكي لتسهيل نقل العتلة. وقتها كان ذلك يعتبر تطوراً تقنياً، وذلك نظراً لصعوبة نقل العتلة في جرارات ذلك الزمان. تقليدياً تم طلاء جميع جرارات بورشيه باللون الأحمر الخمري الذي أضاف رونقاً رائعاً إلى تفاصيله الجميلة. لا أدري ما إذا كان بالإمكان وصف وسيلة العمل هذه بالجمال الكلاسيكي، لكن المؤكد أن جرار بورشيه الأول كان متناسق القطع، وخاصة مقدمته التي لاقت إعجاباً بين هواة الجرارات، وقد أطلقوا عليه لقب الأنف الأحمر. صنع من هذا الجرار ثلاثة نماذج، الطويل والقصير وقليل العرض ليتناسب مع طرق الكروم والعمل في الجبال والسهول المنبسطة. إنه ببساطة آلة قص عشب وحصادة مثالية. تميز جرار بورشيه بجمعه بين قرابة 2000 قطعة صممت لتوفر قوة حركة وسهولة استخدام بفضل ناقل الحركة الهيدروليكي. ووضع المهندسون آلة حصد العشب بين المحورين ليسهل في الخلف وصل أو تركيب معدات إضافية. تحت هذا الغطاء الجميل يوجد محرك ديزل أحادي الأسطوانة سعته 822 سنتيمترا مكعبا، يوفر قدرة 14 حصانا، وهو بالمناسبة سهل الجمع. وقد صنع المحرك وصندوق نقل الحركة من نوع من الألومنيوم يسمى سلومين، وكما نرى لم يستخدم الحزام المطاطي، مما يزيد من متانة المنتج ويقلل من أعمال الصيانة. المحرك تم تصميمه وفقا لمبدأ العلب الجاهزة، بحيث يستطاع وبسهولة صنع محرك من أسطوانة أو اثنتين أو ثلاث أو حتى أربع. فكرة ذكية جدا من شركة بورشيه.
استطاع جرار بورشي بفضل ناقل تروس مزدوج ثلاثي المراحل التغلب على الطرقات الصعبة. كان تصور تلك الأيام توفير أسعار مناسبة ومنظر جميل من كل الجوانب. لقد كان موفقا جدا، ويمكنكم تخيل كيف كان شعور فلاح في خمسينيات القرن الماضي وهو عائد من عناء يوم عمل، ولربما تعبت يداه من المقود الرفيع والمقعد الرقيق. هنا لم توضع إلا فيما ندر النوابض لامتصاص الصدمات، مما جعل العمل متعبا في الحقول بكافة جوانبه، لكن هكذا كان الحال وقتها. في ذلك الزمن كانت جرارات بورشي حديثة عصرها، لكن الإنتاج توقف عام 63 نظرا لغزو منتجات المنافسين الأجانب الرخيصة للأسواق الألمانية. من يدري، لولا جرار بورشي ديزل الأول لكان الفلاح الألماني يعمل اليوم بالحصان والثور بين الحقول الضيقة. صيانة هذا الجرار المتين المتعدد المهام سهلة وغير مكلفة، وكان من أكثر الجرارات مبيعاً في ذلك الوقت، ومن العلامات الفارقة في تاريخ صناعة السيارات. مثل طليعة منتجات فولكس فاجن ومنها الخنفساء الشهيرة، اعتمد في تبريد محرك هذا الجرار على الهواء لتكون أيضاً من الميزات الفريدة لجرار بورشي جونيور.